رسالة تألق الأصناف الشابة مستقبل رياضي بالمرسى أثناء رجعة إسكو الكاليتي تاع الجوالات والمدربين وإلا الاهتمام اللي حابة تعمل الهيئة المديرة سيرتو بالأصناف الشابة. مرة أخرى نضم صوتي السيد الدكتور عادل السكني، نرحب بكم مرة أخرى في دار المستقبلات المصر، في جمعية المستقبلات اللي جمعية عريقة عندها 75 سنة من تأسيسها، كونها رجال منهم هو الوالد سي عادل السكني هو مؤسسي مستقبلات المصر عم بشير الرياحي وغيره من المؤسسين اللي راهنوا على الشباب وراهنوا على التكوين الاصلي اللي اصيلي هذه المنطقه طبعا كبرت منطقه المرسى وناس انضموا اليها ودخلوا اولاد صغار حبوا الجمعيه هذه. الجمعيه هذه من يعني ما تتميز به انها منذ تاسيسها معناها تأثر في عدد كبير من الشباب في مختلف الرياضات، ودليل على ذلك لو ترجع إلى تاريخ مستقبل رياضي مصر وتشوف في سواء في الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية ترى قداش خرجت من أبطال وبطلات وكذلك أيضا حصول هذه الفروع على الألقاب وعلى الجوائز مختلف الأقسام. هذا يدل من شك فيه على أن كانت الناس كونت وأسست هل الجمعية هذه على أسس رياضية بحتة. طبعا من شك فيه بعد جاء دخل العامل المادي اللي من شك فيه خلى أنه الـ 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 يعني جمعيه كما جمعيه مستقبل مصر جمعيه كبيره ولكن من ناحيه الموارد الماديه وهذا موضوع يطول شرحه فبالطبيعه الماديات تخالف على هذا الامر لكن قعدنا في نفس التوجه اللي رسموه واللي كملنا واخذين المشعل نحن بدينا مش نوصل الامان الغيبه قعدنا في نفس هذا التوجه هذا في نفس الاستراتيجية وفي نفس الخط وهو المستقبل رياضي مصر يعني أصل لا وجود مستقبل رياضي مصر مدرسة أخلاقية تربوية لتكوين الشباب وتأطيرهم والعناية بهم وخرجنا ناس أو ننضموا لما المستقبل رياضي مصر خرجناهم من حالات مزرية اجتماعية وهذا من شأنه أنه يعامل بطبيعة الحال ونكون نحن يعني من الجمعيات اللي تساهم في تأطير هذا الشباب هذايا والعناية به مش نطلعوهم رجال مش يعني نمدلهم يد المساعدة ونوقفوا معاهم. فيما يتعلق بمستقبل رياضي مصر كرة السلة، كرة السلة ما برشا ناس ما يعرفوش كرة السلة مستقبل رياضي مصر. كانت الناس تتفرج تجيب الظن مش تتفرج مستقبل رياضي مصر الفريق هذايا، الفريق هذايا اللي انا لعبت فيه في السبعينات في اواخر السبعينات 77 لعبنا خسرنا ضد الترجي الرياضي التونسي 77 نهار الاحد ربحنا نادي رياضي السفسي 3-0 اللي هي عطيتك نهار السبت لعبنا في الكاريك سبورت من غد النهار لعبنا نهار الاحد في المنزل ربحنا 3-0 هذيك 3-0 في نادي 77 فالفريق هذا بتاع اللي وصلنا 77 هو انه فريق كان موجود في الستينات هذا الفريق لاباس به محترم جدا لكن من بعد صار يعني تقهقر وتحل الفريق ففكرنا في من في عد بناء الفريق على اسس سليمه وبدينا مين؟ من المدارس المدارس بدينا نقلوا الى الاداني الى الاصغر وفي الاوسط وطلعنا الى الاكابر فاذا كانت هذه كلها معناها جيل كامل مع بعض ناس تمشي مع بعض عالية فالممرن كان سي يونس وسي شادي عجم الله يذكرهم بالخير هذول الناس كان ناس تضحي احسن بلوم بعد الناس اللي جات فحافظوا على الجو هذا هل التقاليد هذه قعدت في كرة
في مستقبل هذه المؤسسة اللي ربنا خذينا منهم ونحن وصلنا بنفس المبادئ بناء على نفس القيم. في المستقبل هذه المؤسسة في كرة السلة قاعدة نفس هذه هو التقاليد بتاعنا، هو يعني التأكيد على التكوين الشجاع. طبعا توصل انت الى مستوى التكامل، وين الاشكال؟ انه الناس هذوما كلهم كلامه، وقت يوصل لك وانت يجي باش تاخذ عنده الزبده يهرب عليك. شنو يهرب عليك؟ مش معنى قرارك. ونحن نشجعوا على الدراسه وعلى النجاح في الدراسه، واللي يخرج برا يكملوا دراسته والى غير ذلك. طبعا نحن في الاستراتيجيه، والدكتور حدايا يعني يسندني في هذه الفكره، انه لابد ان من المستقبل نفكروا في ان لابد ان نستثمر في ملعبيه باعتبار كبر الان المرسى اللي يكونوا نستثمروا رياضيا. يعني معناها يلزم نحط شويه ابواب على الاحياء الشعبيه باعتبار ان ثم مع اكثر معناها اكثر من بيعطيها من شيول الى غير ذلك، كل هو يكون يعني مستقبله قد يكون في الرياضه. هذا هو الاشكال، الاشكال توصلوا توا هذه هذا تحكي عن مدارس وهذا كل عام توا هذه سنوات طبعا. هو رئيس بيت رئيس جمعيه يعني ملاعب قديم في كره السله. هذا اول مساعد. ثم تأطير الشبان والناس اللي يأطروا في الشبان سواء من البراعم والمدارس أدانة وصول للأسرة، ناس عم تكونون تكوين، ناس مغرومين، ناس يعطيوا من وقتهم إلى غير ذلك، مع أيضا تشجيع الهيئة المديرة كذا وإلى غير ذلك. هذا خلى أنه ناس تواصل على هذا الأمر. تقول لي أنت 40 ربحنا ب 10، نحكي لك يا عوام احنا بحوالك والكل بيعرف ويعرف ويجيو ويشكرونا ويقولونا يعطيكم الصحة على الخدمة اللي تخدموا فيها راخر تواضع الإمكانيات. فالأمر هذا يرجع للناس الكل بداية بطبيعة الحال نشكر أيضا الأولياء نتاع اللي نجيب اللي هما معناها واقفين، ثم أكثر الشكر الناس اللي يخدموا في رياضة كرة السلة من المدربين والمؤطرين وأيضا المسيدين مع بطبيعة الحال الهيئة المديرة اللي واقفة. عطيتنا لمحة سي نوردين على تاريخ كرة السلة في مستقبل هذه الممارسة من السبعينات وما حتى قبل السبعينات. نتعداو لكرة القدم أقارب الفريق الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى اللي هو فريق أكابر اللي كمل البطولة في المرتبة الخامسة وتعتبر نتائج باهية بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى. ثم فريق النخبة اللي والأوس اللي وصل النهائي كأس الرابطة في كرة القدم. هذا زاد يتماشى مع طموحاتكم بالنسبة للتكوين سيرتو خاطر النخبة والأوس هدف التكوين قبل أنه يكون نتائج. فما اسامي من اللاعبين اللي سنا في النخبه باش نقراو مع الجاي في صفحه الاكابر. بارك الله فيك في السؤالات هاي. شوف استراتيجيه المستقبل هذا بمصر من اول في التاريخ ان هل نعمل على رواحنا وعلى قدراتنا، نعمل على ضغط لا شك فيه، ثم نعمل على قدراتنا باعتبار نحن نحب ولا نكره، ارانا نحن مدرسه للتكوين. نطلع ولاد ما عندناش موارد مالية كبيرة، نحن في منطقة سياحية، الناس اللي يحبوا مستقبل رياضي بمصر ليسوا من رؤوس الأموال، ناس مؤدبين، خدامة، أساتذة، طب إلى غير ذلك. طبعا يسكنوا في مصر برشا يسكنوا في مصر ولكن ما يحبوش مستقبل رياضي بمصر، مرحبا بهم، فهمتني؟ ما عندنا حاجة، ولكن باش نعمل إذا نعمل على قدرات مش نجم نعيش بالموارد الماليه عن طريق تكوين الشبان توصل الى في الوقت المقرر باش مش انه نلقى طموحهم في فريق اخر نربحوا به فلوس ندخلوا مش نعاونوا نكونوا خير ومش نعيشوا في الفريق هذا راهو نعملوا فيه والحمد لله وفضل عند ربي راهي معزه. هذا الفريق عنده 3 مليار دولار معناها بيجي عام ل10 فروع
في 2014 وتشوف النتائج نتاعها، معناها والفضل لله عز وجل انه من عنده، انه ما نعمل في 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 شيء، معناها خاطر في رده خلوه يضمحك، معناها نراه مش سهل. كل الامكانيات الماديه اللي لازم تتوفرها مش نجم مش تعيش. اذا ما استراتيجيه مهمة هو انه نكون صحيح في وقت من الاوقات صار شويه تقهقر، ثم عندنا توا عام تقريبا هذا العام الثالث حطينا استراتيجيه، ثم متابعه شنو اللي لزمنا الطموحات بتاعنا على مستوى القريب والمتوسط والبعيد. وصلنا الناس اللي وصلوا الاواسط واللي فيهم زوز من نخبه في فريق الاواسط تحت 20 سنه خليل والعربي. هذا ثم ايضا ناس اخرين اللي خاطين، وثم الناس في النخبه، ثم لعبيه، ثم بن سعيد، ثم الحمشي، ثم عدة خلتني الذاكرة، ثم تقريبا بأربعة أو خمسة اللي هما حسب آراء المدير الفني للشبان أنهم قادرين على أنهم مش يندمجوا وعندهم مستقبل كبير ومستقبل واعد، بالإضافة إلى بعض اللاعبية اللي ما زلنا معناها ديما حاطين عينينا عليهم ويلزمنا واللي ديما لازم نحافظوا عليهم. علاه؟ لأن بتعرف الفرق الكبرى وين يبرزوا اللاعبية في الفرق اللي هي إمكانياتها المادية متواضعة يقعدوا عليهم. ف بطبيعة الحال يمشوا الأباء والوالدين ويغدروهم، وهذا أمر طبيعي إنساني بشري، فيلزم نحن أيضا نأمنوهم المستقبل نتاعهم ونحافظوا عليه باعتبار نحن كونا وربينا وسهرنا وانشأنا. مش معقول ان نخليه يزيد يتربى حتى لما نلقاو الفرصه السانحه باش مستقبله يكون مضمون. نحن نشجعه مع جانب انه الشاب لازم يبرز وتكون متابعه من الهيئه المديره من الفريق مستقبل هذا المرسى. فما الجانب نتاع الاداره الفني اللي يلزم يعطي فرصه. صحيح. اسكو الاستراتيجيه هذه وصلت للمدرب؟ ومع هذاك السؤال الثاني، اسكو سي عادل السليمي وين وصلت العلاقه؟ شوف خلينا ما ندخلش السؤال الشطر الخالي بالعلاقه، نخليه بالفعل السؤال السؤال بالنسبه الاول السؤال يعطيك الصحه فيه. شوف سيدي هاو نشوفوا نحن قداش من لاعب، هذا يفخرني، قداش من لاعب موجودين اللي هما متخرجين من مدرسة المستقبل المصري. على 26 لاعب ثم تقريبا 22 لاعب متخرجين مستقبل المصري اللي بداوا لعبوا على 11، نشوفهم الموسم هذايا نلقاو ما بين 7 و8 من متخرجين من مدرسة المستقبل المصري، يعني مروا بجميع الفروع إذا كان مش مدارس من أدامي حتى وصلت إلى الأكاديمية. هذا يدل على أن ماشيين في الخط السوي، قاعدين ماشيين فيها. هذا يعني أنه لابد أن أطروا أو صح التعبير أن ننتبهوا، وانتدابات تكون انتدابات معناها موفقة إن شاء الله، انتدابات يعني مدروسة لبعض اللاعبية الكبار اللي عندهم خبرة مشي يقطروا هالشباب هدايا. هذا نحن ماشيين فيه. لكن شوف العدد الجبري، العدد الأكبر للاعبية اللي يلعبوا في الفريق الأول واللي يلعبوا مش قاعدين على دكة البدلاء، لا يلعبوا معناها أساسيين، تلقى ما بين 7 و8 على 11. هذا يدل، هذا الحمد لله فضل الله، معنى هذا التوفيق من الله اللي وصلنا لهذا، والشيء عندنا بالتالي قاعدين نخدم عليه. وهذا هو خاطر الفريق بتاع النخبة ما هو إلا انتشار، والأواصر كيف فإذا هذا مش نزيد ندعمه. ولذلك انتدبنا
مدير فني معنى مقتدر وكفر ويشهد له بذلك، هذه السنة بدا يخدموا قاعدين يخدموا على روحه، والشيء يبداو على بدري حتى نواصلوا في عروس المسير ونمشي نحن تمشي المدير، لكن خلينا أسس صحيحة سليمة، واللي يمشي يجي بعدنا مش ياخذ مش عارف وتمشي في نفس الخط هذا. دونك في اخر الحوار تاعنا مع هيئه المدير المستقبل الرياضي، مرحبا بك مرحبا بك، مرحبا نشكركم على استضافه سبورتيان في المقر تاع المستقبل الرياضي بالمرسى. ان شاء الله الحوار هذا يكون باش نبينوا للمتابعين تاعنا بعض الجوانب اللي كانت ماهيش لاحظها اعلاميا كما رياضه الفرديه في المستقبل الرياضي بالمرسى. نخليو الكريم في الختام، في الاخر شنو نقول؟ نقولوا اولا الساعه مرحبا بكم ديما، والديبان ديما محلوله ليكم انتم لوسائل الاعلام الكل اللي تجي مرحبا، والكل يلزمنا نتعاون من اجل رفع مستوى الرياضه في بلادنا رياضيا واخلاقيا وتربويا، ولا يهمني من ناحيه الرياضه يعني نحاول ان نخدم اكثر نتائج الرياضيه تكون افضل وقادرين على هذا، ثم نحب ناس نكون نحن اللاعبين او نكون الشبان اللي يكون متخلقين متربين يعني يكونوا يفرقوا من رايه المستقبل الرياضي من مصر، وكما ربونا رجاء نحن بدورنا نربيو الناس هذوما على القيم والاخلاق العامه، وبطبيعه الحال هذايا من شانهم باش يعملوا يعني تاثير ايجابي على بقية الأفراد اللي ينشطوا واللاعبين والشباب اللي ينشطوا في جميع الفروع نتاع مستقبل رياضة مصر، هذا شأنه أنه ماذا؟ أن نكون هذوما مثال وقدوة للشباب اللي مش ينتشلوه من ماذا؟ من الانحراف ومن الوقوع في المزالة الأخلاقية، ونخرجوهم ونربيوهم، وبطبيعة الحال هذا من شأن أن نكون نساهموا في ماذا؟ في تكوين شباب واعي يحمل المسؤولية في المستقبل علينا، وربي شاء الله يوفقنا مرة أخرى مرحبا بكم وزاركم بكم البركة، وزورونا في كل وقت أنتم وخيالنا وحبايباتنا، وأهلا وسهلا بكم.